كل الأطراف الأخرى infiltrating للsurrounding tissue. نسميه هذا نسميه local invasion. Local invasion يعني هي تنتشر بمكانها بالaffected organ، بنفس الأورغان اللي affected تنتشر به، نسميه local invasion. لو هذه الماس دخلت بالblood vessels، هذه الhepatic veins or arteries، أكيد من راح تدخل blood vessels راح تنتشر بالblood stream وتوصل في مكان ما ويصير لها attachment لهذه malignant cells في مكان ما، وباعتبارها uncontrolled cells ممكن تنمو وتنقسم بسرعة وبقدرة تختلف عن النورمال سيلز، راح تبني نفسها بأي مكان ممكن arrested in it، وبالتالي تخلق malignant tumor في مكان بعيد عن الaffected organ بالليفر، وممكن تطلع لي بالبون بالليفر، وممكن تطلع لي بأني سايت بالجي اي تي بالليفر، ممكن تطلع مثلا باللنك. أوكي، فسميناها distant metastasis. Distant metastasis يعني انتشار بعيد، انتشار بعيد. أوكي، طيب another also important differentiation between malignant and benign tumor أو ما يميز malignant tumor هي rapid growth rate. شلون نشوف rapid growth rate بالcells مثل ما ذكرنا بالسلايدات السابقة؟ العفو، أحدكم يتكلم؟ ترى بس السلايد اللي قبلها هاي كانت اللاين غير لو الهيبات. العفو، ترى بس السلايد اللي قبلها هاي كانت اللاين لو الكبد ليفر، هذا ترى جوا مكتوب لاين كانسر. ها العفو، لا هذا عندنا خطا، لا العفو صحح انا وياي حسن نصحح. طيب نيجي للآخر differentiation، سوري هو الآخر، إيه القبل الأخير differentiation between benign and malignant tumor. شلون أيضا نميز malignant tumor؟ لما تكون cells with rapid growth rate. شلون أشوف rapid growth rate؟ ذكرنا على growth ريت، شلون نشوفها within the cells؟ دكتور نشوف النيوكليوس cells with rapid growth rate. دكتور النيوكليوس مثلا نشوفها ده تنقسم مثلا من معاي مصطفى، اي النيوكليوس شو نشوف بيها؟ انقسام مثلا بين النوسيلز بيها ما يتعود. العفو ما سمعت مصطفى، صوتك ناصي. اذا مصطفى يقول انه اشوف النيوكليوس منقسمه على نفسها اكثر من مره، يعني ايش دا يشوف مصطفى؟ دا يشوف بليومورفيك سيلز، سيلز بمختلف الاشكال والاحجام، هذه السيلز تحتوي على مالتيبل نيوكليوس، مالتيبل بليومورفيك نيوكليوس، يعني كل سيلز ممكن اشوف بها اكثر من نيوكليوس مع البروتين ديبوزيشن او ما سميناه بالهايبر كروماتيزم. هذه الفيتشرز تعطي انطباع عن الرابيد جروث ريت. لو قارناها بسيلز ثانيه تكون نورمال سيلز، طبعا الفيلد هنا ما عندنا بنورمال سيلز حتى اقارن لكم اياها بها، بس شوفوا التو بيكتشرز بهذه الصورة على left of slide. شوف الكروماتيزم كلش واضح، الداركينج of the nucleus. أخذنا جزء من عنده كبرناه هنا، شوفوا لي هذه السيلز كم نيوكليوس بيها، شوفوا لي هذه السيلز كم نيوكليوس بيها والشيب والسايز اوف نيوكليوس، شوفوا لي كذلك هذه، عفوا اصعد بالفيلد مو بس اللي انا مأشرت، هذه شوفوا هذه. اذا انا اذا اشوف سيلز بمختلف الاحجام والاشكال، لكن كل سيلز بيها اكثر من نيوكليوس،
وهذه النيوكليوس ايضا بمختلف الاحجام والاشكال. اذا عندي رابيد مايتوتيك اكتيفيتي، رابيد جروث ريت، هذه السيلز جاي تنقسم على نفسها بشكل غير مسيطر عليها. وطبعا اول شيء راح يصير الانقسام من النيوكليوس نفسها. هذا التشينج هل ممكن اشوفه بس بالمالجننت بيهيفير؟ لا، ممكن اشوفه حتى بالنورمال تيشو وذ رابيد جرو، او التيشو اللي تحتاج الى continuous reforming او continuous replacement للسيلز. مثل ايش؟ مثل الgastrointestinal tract mucosa، مثل الendometrium of the uterus، مثل البون مارو. طيب شلون ممكن افرقها عن النورمال؟ هذا انتوا تجاوبوني عنه. يعني هاي الرابيد جروث ريت هي ممكن تصير بالنورمال تيشو؟ ممكن، وقلنا بالتيشو اللي تحتاج تعيد نفسها دائما، مثل الميوكوزا اوف ذا جي اي تي او الجاسترونتستينال تراكت، ميوكوزا اوف ذا اندوميتريوم اند سو اون، سوري الاندوميتريوم اوف ذا يوترس اند سو اون. هي ايضا رابيد جروث ريت، شلون ممكن افرقها عن المالجننت بيهيفير؟ دكتور هاي الهايبر كروماتيزم حتى بالنورمال ميتوتيك اكتيفيتي، لو هي رابيد ميتوتيك اكتيفيتي هم الجي هايبر كروماتيزم بعد. دكتور فليامورفيزم؟ نعم فليامورفيزم، ممتاز. لوس اوف الاورينتيشن، النورمال اورينتيشن اللي ذكرناه بالنورمال تيشو. لو انا رابيد جروث ريت بنورمال تيشو، حتى لو كان رابيد جروينج تيشو ما ممكن يفقد النورمال اورينتيشن. راح تلقي السيلز كلها نفس الحجم نفس الشكل حسب التايب اوف تيشو، كلها نفس الحجم اوف النيوكليوس، نفس البوزيشن اوف النيوكليوس، الاورينتيشن متشابه بكل الفيلد. هذا كله افقده وين؟ لما تكون السيلز وذ مالجننت بيهيفير. ممتاز. اللاست ديفرنشيشن بين مالجننت اند بيناين تيومر ان بيكتشرز، طبعا هذه الصور كلش مهمه، هي اللي راح تدخل بالعمليه مالتكم، ف من ترجعون بالتسجيل كذلك هم رجعوا لها، وايضا هم راح اركز عليها بالعمليه. طيب اللاست
بيكتشر فور ديفرنشيشن هي الانابليجيا او الانابلاستيك تشينجز. هنا عندي الصور المن لجلاند. جلاند ممكن تشوفها بماني تايبس اوف تيشو، ممكن تشوفها بالغاستريك تيشو، ممكن تشوفها بالاندوماتريال تيشو اللي هي السكرتاري تيشو. قارن بين النورمال جلاند والجلاند بعد البناء او ديفلوبمنت اوف بناين تيومر، والجلاند بعد ديفلوبمنت اوف الانابلاستيك تشينجز او الكارسينوم. البناء النورمال جلاند ايش بدنا نشوفها؟ اولا السايز، نورمال سايز جلاند. شلون اعتبرت نورمال سايز جلاند؟ انت ما يعني حقيقه بهيتش فيو ما ممكن تعتبرها الا نشوف الفيلد كله، لكن شلون ينطيني انطباع عن نورمال سايز جلاند؟ شوف لي اللايننج اوف جلاند والكافيتي. لايننج اوف جلاند والكافيتي. الجلاند النورمال جلاند عادة ما lined by single cell layer، عادة ما تكون هذه cells هي columnar cells أو cuboidal cells اللي تكون elongated cells with basal located nucleus. طيب بالبناين تيومر أول شيء صار بهذه الجلاند؟ أولا enlarging in size، قارن بحجم هذه الجلاند مع هذه الجلاند. أولا صار enlarging بالسايز. ثانيا اللايننج اوف جلاند شنو اللي صار به هنا؟ ايش تشوفون؟ ايش تشوفون؟ كم سيل لاير هنا؟ انجيوجينيسيس؟ لا يعني لا، ركز بالجلاند نفسها، اترك البلاد فازلز هسه، هذه نقول شنو هاي بلاد فازلز، سوري. الجلاند نفسها شن اللي صار بالسلز هنا؟ هناش عندنا عندنا سينجل سيل لاير، على طول الجلاند عندي لاير من سيل وحدة، هنا صار عندي مالتيبل سيل لايرز، مالتيبل سيل لايرز معناها شنو؟ معناها عندي ابنورمال بروليفريشن للسلز. السلز المبطنة لهذه الجلاند جاي يصير بيها شنو؟ rapid growing مو division and growth، rapid division and growth مو، فتحولت من single cell layer الى multiple cell layer، ادى الى increase the thickness of the wall و increase the size of gland نفسها of the gland itself. هذا enlarging of the size of the gland ممكن يؤدي إلى حالة من الـ overcrowding of glands. يعني لو ترجعون للنورمال تيشو هذا هنا ممكن تلقي space واضح جدا كستروما between the glands، مو هذه gland وهذه gland وهذه gland وهذه عندي ستروما بيناتهم، أوكي؟ لكن بالبنين تيومر ده تشوف الـ gland ظهر على ظهر، أي ستروما بالنص ماكو، أي ستروما بالنص ماكو بسبب الـ rapid growing أو sorry rapid growth and division of the cells، أدى إلى زيادة بحجم الجلاند، انتهت الستروما، أصبح الفيلد كله عبارة عن جلاند. هذا الـ enlarging of gland size يؤدي إلى حالة من الـ destruction of blood vessels، ينطيني هذا اللي شافه مصطفى وقال angiogenesis، لا هو destructed blood vessels، blood vessels محطمة طالع من عندها الهيموسيدرين أو البلد اللي برا between the glands. واضح ده أقوله؟ واضح؟ طلاب؟ أي دكتورة واضح. بالmalignant gland إيش ده تشوفون؟ هذه هسه عليكم، إيش ده تشوفون؟ أولاً كshape of gland regular or irregular؟ Irregular. Irregular. سيل لاين اللي مبطنه لهذه الجلاند، ريجولار ريجولار يوني سيلول سوري يوني لاير مالتيبل لاير، ايش تشوفون؟ عده طبقات صار، عده طبقات، ممتاز. اذا عفوا صارت الريجولار ماس لايند باي مالتيبل لاير، وهذه السيلولار لاير ايش بيها؟ ايش نشوف بيها؟
هنا زادت السيل لاير لكن لا زالت مشابهة تماما بالبناين أدينوما أو بالبناين تيومر، مشابهة تماما للأوريجينال سيل لاير، مو مجرد زادت طبقاتها أو زاد عددها. لكن لو أرجع أقارنها بالنورمال سيل لاير هم ألقيها كيوبويدال سيلز وبيزل نيوكليوس كلها تلتقي يعني كافيتي واحد. إحنا جدا أشوف الريجولار جلاند with الريجولار كافيتي، السيلز هنا تشبه هذه السيلز سواء بالسايز بالشيب بالنيوكليوس البوزيشن أوف النيوكليوس النمبر أوف النيوكليوس تشبهها مختلفة عن مختلفة تماما. إذا إيش صار عندي؟ صار عندي lack of differentiation، وصلنا إلى مرحلة من الاختلاف التام عن النورمال تشو. إذن أني دا أتعامل مع anaplastic changes or malignant. طبعا malignant ما نقدر نقول على مستوى gland، ما نقدر نقول على مستوى gland، لازم يكون عندي invasion حتى أقول هذا cancer or malignant behavior. لكن على مستوى gland ممكن نقول anaplastic gland، يعني gland lined بcell بيها كل الفيتشرز of أنابليجيا اللي ذكرناها سابقا، اختلفت تماما أو فقدت التشابه، فقدت تماما التشابه مع الأوريجينال سيلز أو السيلز اللي بالأوريجينال أو سوري بالنورمال جلاند. واضح؟ إيه نعم دكتور. لهنا تكون تنتهي محاضرتنا الأولى، وللأسف تأخرنا بها وخذنا الوقت كله. طبعاً عندنا محاضرة ثانية وراح أكمل لأن نطلبكم نص ساعة، عشعتكم وراي شو عشعتكم ورا الباثولوجي. عندنا يعني امتحان حاسوب. عندنا شيء دكتور. نكمل. كملي دكتور ما عندنا شيء. أعتبركم موافقين. لحد الآن عرفنا الـ first classification للـ tumors إلى benign و malignant، وعرفنا شنو benign شنو malignant شنو الـ stable اللي بنصهم، شو وقت المنطقة الوسطية بيناتهم اثنينهم، وشلون نفرق الـ benign عن الـ malignant. لحد هذه النقطة واضح اللي قلنا سابقا؟ إيه دكتورة واضح. نعم دكتورة. نبدي بالمحاضرة الثانية من النيوبليجيا واللي راح نتطرق بيها للنومينيكليتشر of the tumor in general. شلون راح نسمي التيومرز؟ تسمية التيومر عموما سواء benign or malignant راح تعتمد على شيئين مهمين. أولا النيوبلاستيك كومبوننت أو السيل تايب اللي يتكون من عندها هذا التيومر والسايت of origin. يعني شنو؟ على أساس السيل تايب والبيهيفير of the cells ممكن أفرق هذا التيومر إلى benign or malignant مثل ما ذكرنا سابقا، وبالbenign إلى مصطلح معين وبالmalignant إلى مصطلح معين. وعلى أساس site of origin أو التشو affected راح ممكن أعرف أيضا أو أضيف للتسمية of a tumor. شلون؟ بالبناين نيوبلازم قلنا راح نستخدم مقطع أوما حتى نميز هذا التيومر يكون بناين مو مالجننت. إذن حسب السيل بيهيفير اعتبرته بناين تيومر ضفت له مقطع أوما. حسب التيشو أوف أوريجين لو كان البناين تيومر أوريجينيت مثلا من أديبوس تيشو أو من الفات تيشو، شو أسمي بهاي الحالة؟ لايبوما. أديبوس تيشو يعني لبت مو أو سوري فات تيشو يعني لبت مو، فإذا أسميه لايبوما. لايبو من التايب أوف تيشو اللي من عنده طلع لي التيومر. أوما معناها بناين تيومر أوف دي فات تيشو أور لبت إن جنرال. هذه بأبسط ما ممكن أريد أوضح لكم إياها. طيب لو البناين تيومر طالع من السموث مسل سيلز شو اسمي؟ ليو مايوما. ليو مايوما، ليو مايو معناها سموث مسل سيلز اور فايبرز، اوما معناها بناين تيومر، يعني بناين تيومر اوف ذا سموث مسل فايبرز هو ليو مايوما. طب لو من سكيليتال مسل شو اسمي؟
ربدو ما يوما. ربدو ما يوما. طب لو من فايبرستي شو شو سمي؟ فايبروما. فايبرو من فايبرستي شو؟ أوما بنائن تيومر أو فايبرستي شو. طيب لو من بلود فيزلز شو سمي؟ همنجيوما. همنجيوما. طيب لو من كارتليج شو سمي؟ كوندروما. إذن الجزء الأول من تسمية التيومر يرجع للتيشو أوف أوريجين، والجزء الأخير يرجع هل هذا التيومر هو بناين أور مالجنانس. مثل ما ذكرنا أحد السلايدات اللي مرت، إنه الإكسيبشن من هذا، إحنا قلنا إنه مقطع أوما هو يدل على البناين تيومر، لكن إكسيبشن من هذا بعض المالجنانت تيومر نسميها أو نضيف لها مقطع أوما. مثل إيش؟ مثل اللمفوما، المالجنانت تيومر أو لمفوسايت يسموها لمفوما، المالجنانت تيومر أو هيباتيك سيلز أو الليفر سيلز يسموها هيباتوما، المالجنانت أو الجيرم سيل تيومر اللي هو بعض نوع معين أو من أكثر الأنواع شيوعا للتستيكولر تيومر أو تيومر مالجنانت تيومر أو تيستس نسميها سيمينوما، والمالجنانت تيومر اوف ميلانوسايت نسميها ميلانوما. اوكي، لما تمر عليكم هذه المصطلحات او هذه التايبس اوف تيومر، لا هذه مالجنانت تيومر باضافه مقطع اوما. طيب البناين ابيثيليال نيوبلازم اللي ذكرناها سابقا كان البناين ميزنكايمال نيوبلازم اللي قلنا مشتقة سواء، طبعا تعرفون المزنكايمال تيشو، شنو المزنكايمال تيشو طلاب؟ كونكتيف تيشو. وشنو الابيثيليال تيشو؟ كونكتيف. المزنكايمال كونكتيف تيشو. المزنكايمال تيشو شنو نقصد بمزنكايمال تيشو دكتور؟ كونكتيف هو كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو هي non-specific cells ممكن be differentiated إلى many types of tissue، وأهمها الconnective tissue اللي هي ال tissue of muscles، ال tissue of bone، ال tissue of cartilage. مو وياي؟ فال benign tumor أو benign mesenchymal neoplasm، العفو قطعة يمي الكهرباء، وياي طلاب مستمر البث؟ إيه نعم دكتور. أوكي، إذن البناين تيومر أو البناين ميزنكايمال تيومر ذكرناها سابقاً، قلنا راح نكون المقطع الأول من تسمية التيومر راجع للتيشو اللي ديرايفد من عنده، والمقطع الأخير هو مقطع أوما اللي يدل على البناين تيومر. طيب خلينا نجي للإبيثيليال تيومر، البناين إبيثيليال تيومر أو البناين إبيثيليال نيوبلاز، لو هو لو التيومر ديرايفد فروم جلاند، من جلاند شو نسميه؟ أدينوما. أدينوما. لو التيومر سواء من جلانز أو من أني تيشو أو من الجلانز، لكن with finger like projection سمينا بابيلوما. بابيلوما. إذا وين رجعنا؟ رجعنا على التيشو. لو أنا عندي بس جلاند، بس جلاند سميته أدينوما، يعني جلاند with benign behavior أو benign neoplastic behavior سميته أدينوما. لو هذه الجلاند انطتني projectile أو sorry finger like projection architecture سميته بابيلوما. طب لو عندي papillary أو finger like projection مع cyst سميته papillary cyst adenoma. يعني من الجلاندز ممكن derived ثلاث أنواع من البنائن تيومر، لو هي just gland سميته adenoma، لو هذه الجلاند تغير الشكل مالتها تحولت إلى finger like projection سميته papillom، لو جمعت بين الاثنين gland مع cyst formation with finger like projection سميته papillary cyst adenoma. المصطلحات صعبة بس أريد أعلمكم شلون تشتق اسم التيومر من الفيلد اللي قدامك. الفيلد بي جلاند، وهذه بس جلاند، ومثل ما شفناها بآخر سلايد من المحاضرة الأولى هذه الجلاند
lined by multiple layer with highly proliferating cells, lakin with benign behavior, بعدي without any loss of differentiation, سميناها adenoma. Gland مع هذه الفيتشر سميتها adenoma. لو هذه الجلاند فقدت الاركيتكتشر مع الجلاند وتحولت الى finger like projection سميتها بابلوما, من بابلي, كلمة بابلي. مو لو اثنين انشفتهن مع بعض سميتها papillary cyst adenoma. راح ناخذ عليها اكزامبل بالتفصيل بالمحاضرات مع الاسبوع القادم. طيب لو لقيت هذا التيومر projected, هو سواء كان من epithelial tissue لكن projected over the surface epithelium or over the mucosal surface, انطيني فد انطباع من مال projection, شو اسمي؟ polyp. مو polyp وياي؟ مر عليكم هاي المصطلحات سابقا طلاب؟ بعدكم وياي لو ضجتوا. البوليب موجود, ذاك ماخذيها بالنباتات او في شيء يعني اول مره اسمع بيها بالانسان يعني. لا البوليب يعني ك ك كبرزنتيشن لا هوايه تخضع لتسميه بوليب, لكن قصدي كمعنى, معنى بوليب هو في شيء بروجكتد اوفر ذا سيرفيس, مو في شيء زائد او بروترودد اوفر ذا سيرفيس. مو لو اني لقيت هذا التيومر بروجكتد اوفر ذا سيرفيس سميته بوليب كمعنى كلمه بوليب. واضح؟ واضح وياي؟ يمكن بس مصطفى بقوي يعني الوقت نعسه. دكتور لا دكتور انا هم موجود. واضح دكتور وياك محمد موجود. يلا اوكي انتم جيتوا متاخرين فيعني ما اعتقد تعبتوا لحد الان, بس هي فعلا استمراريه محاضره ورا محاضره شويه واحد يتزع, بس خلونا مع بعض خلينا نكملهن لان جديات ما عندي وقت. الاسبوع الجاي محاضرتين واكمل لكم والماده طويله والله. اوكي فاذا هسه انا ايش دا اشوف بالبناين ابيثيليال نيوبلازم؟ اولا اول شيء اهتميت للتيشو اوريجين, التيشو اللي طلع من عند النيوبلازم اخذته بنظر الاعتبار, وثانيا اهتميت ايضا بمن بالبرزنتيشن اوف تيومر, شلون جاي يظهر عندي هذا التيومر, وبالاخير ضفت كلمه او مقطع اوما حتى انطي انطباع انه هذا التيومر اللي دا احكي عنه هو بناين تيومر. فبالادينوما انا عندي جلاند وذ بناين بيهيفير اور بناين نيوبلاستيك بيهيفير سميته ادينوما. بالبابلوما انا عندي جلاند لكن وذ بناين نيوبلاستيك بيهيفير لكن من الربد بروليفريشن الاركيتكتشر مال الجلاند ما دا اشوفه مثل اللي متعود عليه اللي هو عباره عن فتشي راوند بالنص اكو كافيتي مفتوح وبالمحيط اكو باوندري وهذه الباوندري او ممبرين لايند باي سنجل سيل لاير او مالتيبل سيل لاير اذا هو بالبناين نيوبلاست. من لقيتها فقدت هذا الاركيتكتشر وتحولت الى فينجر لايك بروجكشن سميتها بابلون. لو لقيتها تجمع بين الشكلين سميتها بابيلاري سيست ادينوما. لو لقيت التيومر اللي دا اتعامل معه just project over the surface سميته بوليب. واضح؟ طيب نجي لتسمية الماليجنانت تيومر. ايضا تسمية الماليجنانت تيومر تختلف حسب التيشو اوريجين. لو التيومر او الماليجنانت تيومر derived from the mesenchymal tissue شو نسميه؟ ساركوما. ساركوما. لو الماليجنانت تيومر derived from the epithelial tissue سمينا شو نسميه؟ كارسينوما. إذن ساركوما هي أي ماليجنانت تيومر derived from the mesenchymal tissue. أنتوا تعرفون شنو المزينكايمال تيشو مرت علينا بالبناين تيومر. والكارسينوما هي أي ماليجنانت تيومر عفوا derived from the epithelial tissue. واضح الكلام لو بصعوبة؟ واضح دكتور. زين نيجي كأمثلة على الساركوما. كوندرو ساركوما شو تتوقعون مالجنانت تيومر وين؟ كوندرو ساركوما بالكارتليج. ممتاز. فايبرو ساركوما فايبروس تيشو ممتاز. أوستيو ساركوما بون. بون.
بوني تيومر، ممتاز. إذا إيش عندي؟ المقطع الأول هو التشو اللي أنا اللي التيومر طالع من عنده، والمقطع الثاني هو الدلالة على هذا إن التيومر هذا مالجننت. كل ما كان التيومر درايفد من تشو أو من ميزنكايمال تشو، بغض النظر عن التايب أوف ميزنكايمال تشو، نخلي مقطع ساركوما. كل ما كان المالجننت تيومر درايفد من إبيثيليال تشو، نخلي مقطع كارسينوم. نجي أمثلة على المالجننت تيومر بالإبيثيليال تشو. لو مالجننت تيومر أوف جلاند، شو نسميه؟ جلاند. أدينو كارسينوم ساركوما. من كان بناين سميناها أدينوما، من يصير مالجننت نسميها أدينو كارسينوما. أدينو كارسينوما. لو هو من سكواما الصل إبيثيليوم، هم يعتبر كارسينوم، نسميه سكويموس سيل كارسينوما. سكويموس سيل كارسينوما. إذن أيضا المقطع الأول هو عبارة عن التيشو اللي طلع من عنده التيومر، والمقطع الثاني هو كلمة كارسينوما اللي يدل على مالجننت تيومر أوف إبيثيليال تيشو. طبعا أكو تايب من الكارسينوما تكون نون ديفرنشيتد، ما ممكن يعني ما ممكن تنطيني انطباع عن الأوريجينال تيشو، نسميها undifferentiated carcinoma. حقيقة كتفاصيل صعبة عليكم بهذا المستوى، أخذوها بالسيستميك باثولوجي أكثر وأكثر تعمقا، بس حبينا نذكره كنوع حتى من تنطرق عليكم مستقبلا عندكم فكرة عنه. طيب ممكن أيضا أجد tumors with mixed differentiation، مثل إيش؟ يعني ألقي تيومر بي، ممكن ألقي إبيثيليال تيشو أو ميزنكايمال تيشو، فنسميه كارسينو ساركوما. كارسينو ساركوما، أوكي؟ مثل إيش؟ مثل ال مالجنت تيومر أوف ساليفري جلاند، ممكن ألقي إبيثيليال تيشو وميزنكايمال تيشو، بهذه الحالة أطلق عليها كارسينو ساركوما. أو مثل من ميكس ديفرنشيشن، مثل تيومر نسميه تيراتوما، ما أعرف مر عليكم هيك مصطلح أو لا، تيومر ديرايفد من التوتي بوتنت سيلز أو البريميتيف سيلز، سواء كانت بالأوفري أو التستس، التستس إن ذا ميل أو الأوفري إن ذا فيميل. هذه هذا التيومر عادة ما كومبوزد من كل التيشو تايبس إن ذا بودي اللي ديرايفد من البريميتيف سيلز، سواء كانت الاكتوديرم او الاندوديرم او الميزوديرم. يطلقون عليه مصطلح خاص بي، خاص بي بعيد عن كل التسميات اللي ذكرناها سابقا، يسموه تيراتوما. تيراتوما اللي يهمكم كمرحله ثانيه الميجر نومينكليتشرز للتيومرز، اللي هي شلون اسمي البناين وشلون اسمي المالجننت، والموست كومن تايبس او من المالجننت اللي هي الساركوماز وال كارسينومات. واضح طلاب؟ واضح. طيب عندنا شويه فد كويك ريفيجن، شو تتوقع بالي من تبدي محاضرتنا 8:30؟ كان هذا المفروض يجي اسرع. خلينا نراجع انا وياكم. عندي تو بيكتشر هنا، منو بيهم المالجننت ومنو بيهم البناين وليش؟ اول صوره اللي فوق هي مالجننت، أول صورة اللي فوق مالجننت، والصورة الجوة طبعاً خلا أوضح فد شيء قبل لا يحكي محمد يمكن وياي، ولا عفوا أطلع من البث. إيه نعم دكتور محمد. أنا الماس اللي أقصدها كتيومر هذه الماس، شوفوني وين أشر، مو كل الإكسايزد ماس، فقط هذه الماس، أوكي؟ والصورة الفوق هذه الماس كلها هي عبارة عن تيومر، منو بيهم المالجننت ومنو بيهم البناين؟ محمد قال الفوق مالجننت. إذن على رأي محمد الجو بناين، من يقول لي ليش؟ محمد لا تجاوبني أنت، من يقول لي ليش؟ مصطفى. دكتور هسه الفوق مالجننت لأنه irregular boundaries، فواضح أنه هي مالجننت. وردة وردة مصطفى وردة. الفوق شبيه irregular boundaries والsatellite projection اللي تذكرون شفناه بالصورة السابقة، مو؟ شو تعطيني انطباع؟ تعطيني انطباع انه هذه الماس عندها لوكال
انفيجن. الماس الجو ايش بيها مصطفى؟ دكتوره لوكلايزد، هاي اكو فايبرس كبسول واضحه كومبليت ريجولار انتاكت باوندري. الكبسول حواليها كومبليت ريجولار انتاكت، فاذا هذه شنو؟ ما عندها لوكال انفلتريشن للسراوندينج تيشو. تشوفون التيشو اللي مشيول وياها بالاستئصال، التيشو اللي شايلينه وياها ماكو اي انفلتريشن إلها. شوفوا الانتاكت ممبرين سوري باوندري او كبسول ما صاير اي انفلتريشن، اذا هذه البناين وهذه الماليجنانت. السؤال الثاني يلا صورتين، من البناين ومن الماليجنانت. هذه من ثايرويد جلاند، ماخذين فوليكولار فوليكل سوري من ثايرويد جلاند، منو الماليجنانت ومنو البناين؟ الفوق بناين والجو ماليجنانت اعتقد. محمد؟ اي نعم دكتور. الفوق بناين هاي؟ اي دكتور. هذه وهذه ماليجنانت، هذا رأي محمد. عبد الله رأيك؟ بنات يلا شاركونا البنات. تذكرون الثايرويد تيشو، الثايرويد جلاند تيشو منين تتكون الثايرويد جلاند؟ من فوليكلز. فوليكلز اي من فوليكلز، من اسمها جلاند، هي مجموعه جلاندات صغيره من فوليكلز. هذه الفوليكلز فوليكلز لايند باي سنجل سيل لاير وبيناتها ستروما. طيب من اللي ينطبق عليه هذا الكلام يا صوره؟ صوره الجو يعني اشوف جلاند مو جلاند ريجولار ان شيب تقريبا متساويه بالسايز، وان كان حتى بالنورمال ما ممكن تجي بسايز واحد، لكن يعني لايند وذ سنجل سيل لاير وبيناتهن ستروما. طيب بالصوره الفوق ده تشوف جلاند؟ لا اكو كومبريشن يعني كل مكان، يعني معناها عندي الميجر اركيتكتشر للثايرويد جلاند كله فقدته، اللي بقت عندي سيلز مع الكولايد، ما عندي شيء ثاني سيلز. ما هذه الصوره مال الجلاند ما دا اشوفها هنا، معناها شنو؟ فقدت تماما الشبه مع الاوريجينال تيشو. يعني هاي لو زيها الي كباثولوجيست ارد افحصها بدون ما يقولوا لي يابا هذه الماس ماخذينها من الثايرويد جلاند لمريض عمره كذا وضعه كذا الهيستوري مالته كذا، لو اشوف بس هذه الصوره ممكن بس هذه الوايتش سبستانس او الكولويد تعطيني انطباع انه دا اتعامل مع ثايرويد، لكن عموما الفيلد كله ينطيني انطباع انه هو ثايرويد فوليكلز لا، اختلف تماما عن الاوريجينال، فقد الديفرنشيشن تماما. فاذا وين الماليجنانت؟ الصوره الفوق هي ال ماليجنت. واضح؟ ايه دكتور. طيب هذا سوينا بس شويه ريفرشمنت لمعلوماتكم حتى ما تتراكم المعلومات، طلعون فاهمين شيء من المحاضره ويكون سهل عليكم دراستها. نرجع لنكمل محاضرتنا. الفاكتورز اللي تقيس البروجنوسيس اوف تيومر اور انفلونس ذا بروجنوسيس اوف تيومر هي 3 فاكتورز، اهمها التايب اوف تيومر واللي ذكرناه بكل ما شرحناه سابقا، أو الـ classification of a tumor كـ benign or malignant or carcinoma in situ. وعرفنا أنه لما نحدد نوع التيومر نحدد كل البلين اللي ممكن نحطها لنفسنا سواء بالتريتمنت أو بالبروجنوسيس. والسكند فاكتور هو الـ grade of a tumor، and الثيرد فاكتور هو الـ stage of a tumor. شو أقصد بالـ grading of a tumor or grading tumor؟ الـ grading mean how much the tumor cells resembles the original normal tissue. عادة الجريدينج تستخدم للماليجنانت تيومر ولبعض أنواع الديسبلاجي مو للبناين تيومر. الجريدينج والستيجينج يستخدم للماليجنانت تيومر، الجريدينج itself تستخدم للماليجنانت تيومر لبعض الأنواع الديسبلاجي، الستيجينج يستخدم فقط للماليجنانت تيومر. طيب شو أقصد بالجريدينج؟ الجريدينج هو مدى شبه التيومر سيلز مع الاوريجينال تيشو، مع الاوريجينال تيشو. هذا الشبه يؤخذ على محورين، المحور الاول هو الميكروسكوبيكال فيتشرز للسيلز نفسها، مايكروسكوبيكال فيتشرز للسيلز نفسها ونسبه
هذه الـ الـ او نسبه النيوبلاستيك تشينج اللي ممكن تصير بالافكتد تيشو. بمعنى التغيرات اللي صارت على السيلز ايش قد قريبه من الاوريجينال سيلز، وايش قد اصابت او افكت كبرسنتج من الافكتد تيشو سيلز. فعلى هذا الاساس الجريدنج كلاسيفايد انتو فور ميجرز جروب، من جريد 1 لجريد 4. ايش اقصد بجريد 1؟ جريد 1، ولاحظوا الصوره اللي جوا جريد 1، راح القي التيومر سيلز سلايتلي ديفرد فروم ذا اوريجينال سيلز، سلايتلي ديفرد فروم ذا اوريجينال سيلز، اوكي. وممكن افكت اقل سوري اقل من 10% من الافكتد تيشو. خلينا على السيلولار تشينج، الجي ال تيومر سيلز سلايتلي ديفرد فروم ذا اوريجينال سيلز. يعني انا لو اتعامل مع جلاند مثل ما شفتوا بصوره الجلاند بالادينوما، اشوفها شويه تختلف عن الاوريجينال جلاند. اللي شفناه الاختلاف هو الكريز سايز والهايبر بروليفريشن لللايننج سيلز، سميتها جريد 1. بالجريد 2 راح نلقي الافكتد سيلز اكثر اختلافا عن الاوريجينال تيشو. اذا يريد ينطيها وصف يكون مودريتلي ديفرنت فروم ذا اوريجينال تيشو، سميتها جريد 2. جريد 3 فيري ابنورمال اور كومبليتلي اندفرنشيتد عن الاوريجينال تيشو. والجريد 4، وطبعا الجريد 4 مو مع كل الكانسرز تستخدم، مع بعض الكانسرز. جريد 4 بالعكس راح يصير كومبليت ترانسفورميشن للتيومر سيلز، بحيث تصبح او تصل الى مرحله من مشابهه للبريمتيف سيلز، تفقد كل الديفرنشيشن وتتحول كومبليتلي الى سيلز without any specificity or differentiation، او ما نسميه بالبريمتيف سيلز. صعبة مو؟ مصطلحات صعبة؟ لو فهمتوا شيء؟ لا زين يا دكتور. لا لا دكتور زين. اوكي، يعني بالجريد 1 مشابهة للسيلز اللي دا اتعامل وياها للاوريجينال سيلز. اللي القي جوز اكو فرق بال نمبر اوف سيلز، ينطيني انطباع عن الهايبر بروليفريشن، ومن ايضا طبعا اكو بيرسنتج اوف افكت اوف تيشو. هنا أنا ما ذكرتها حتى بس ما تخربط عليكم الأمور، لما ألقي هذا الإفكت يصيب أقل من 10% من التشو. طيب بالجريد 2 لا، أكو فرق، وصلنا إلى مرحلة المودريت، بدأ يتغير شكل السيلز، بدأ يتغير النمبر، مثلا لو هي الإفكتد أورجان سوري جلانس، يتغير النمبر أوف جلانس، بدأ يصير تغيير واضح بعض الشيء عن الأوريجينال تشو. جريد 3 لا خلص، اني الاوريجينال تيشو ما اشوفه تماما مثل ما شفناها بهذه الصوره، بهذه الصوره جريد 3 ما اشوف اي تشابه مع الاوريجينال تيشو. جريد 4 لا خلص، السيلز اللي اتعامل معاها تحولت الى سيلز ثانيه تماما، وعاده ما تكون بريميتيف سيلز، فقدت كل السبيشاليتي لها وفقدت كل الديفرنشيشن تماما. جريد 4 مو دائما يستخدم، فقط بانواع معينه من ال تيومرز. خلينا ناخذ اكزامبل على الجريدنج. الصور هنا بهذا السلايد هي صور ماخوذه من بريست كانسر او كانسر اوف بريست تيشو. خلونا نستذكر النورمال هيستولوجي اوف بريست تيشو. تذكرون منين يتكون البريست تيشو؟ أو البريست شنو الكومبوزيشن أوف بريست؟ هيستولوجيكلي دكتور، مجموعة من اللوبس يعني. ممتاز، إذن مجموعة من اللوبس تقريبا من 20 أو عفوا 15 إلى 25 لوب، وهذه اللوب يعني عايشة في أديبوس تيشو. طيب كل لوب منين يتكون؟ اللوب الواحد منين يتكون؟ اكو مايو ابيثيليال سيلز اذا ذكر. لا، الميجر ستراكشر شنو؟
دكتور بس الأسني، شوفوا بين الأسني، عيونتينا ملك، مو الملك منين تجي؟ الأسني. الاسينر جلاند او التيوبولار جلاند، الاسينر جلاند او التيوبولار جلاند. اوكي شلون نشوفها هذه الجلاند؟ ليش سموها تيوبولار جلاند؟ هي جلاند بس بالبريست بحد ذاته تكون elongated gland، مو elongated gland، لذلك سموها tubular gland، مثل التيوب يعني، مثل التيوب سموها tubular gland. كل gland بيهم lined by cell layer تكون cuboidal or low columnar cells، single cell layer cuboidal or low columnar. اوكي بالجريد 1 ايش دا اشوف؟ انتبه لي بالجريد 1 ايش دا اشوف؟ اولا لا زال عندي اكثر من 75% من التشو مشابه للاوريجينال تشو. اوكي اكثر من 75% من التيومر تشو مشابه للاوريجينال تشو، يعني اقل من، هو طبعا بالميجر كلاسيفيكيشن اقل من 10%، بس خلونا على هذا النمبر، اقل من 25% ديستركتد وما يشبه الاوريجينال تشو. اذا من اجي انظر للفيلد القي اكثر من 75% من عنده مشابه للاوريجينال تشو، خليته ضمن الويل ديفرنشيتد اللي هو الاسم الثاني للجريد 1. ويل ديفرنشيتد من معناها ويل ديفرنشيتد، يعني مشابه الى درجه ما الاوريجينال تشو، خليته ضمن الجريد 1. ننزل للصورة الثانية وياي طلاب، جاي تفهموني لو صعبة؟ واضحة إن شاء الله دكتور. ننزل للصورة الثانية، إيش دي نلقي؟ نلقي شغلتين مهمة، أولاً التشابه مع الأوريجينال تيشو أصبح أقل من 10%، مع التيوبولر اسينر جلاند نفسها مودريتلي تشينج، بدت تختلف عن التيوبولر اركيتكتشر اللي انا معتاده عليه بالنورمال تيشو. شو تحولت هنا؟ تحولت الى راوند الريجولر، مو هنا تقريبا يعني الريجولر شيب عموما، يعني ما عندي يمكن بس هذه عندي راوند شيب الريجولر شيب، لكن ايش قد باقل من 10، العفو لكن التشابه وين؟ بأقل من 10% من الفيلد، سميتها جريد 2 أو بمصطلح آخر moderately differentiated، جريد 2 أو moderately differentiated. طيب أنزل لآخر صورة، اللي يشوف بس هذه الصورة ممكن يقول عليها breast tissue، الصورة دا أشر عليها اللي بيها السهم الأحمر، ممكن تقول عليها breast tissue؟ لا دكتور ما مبين، ما تشوف، لا تشوف جلاند بغض النظر عن شكل الجلاند، نهائي ما تشوف جلاند بغض النظر على أنه البريست تكون tubular gland أو elongated gland، أنت ما تشوف جلاند، أنت تشوف distributed malignant cells، that field عبارة عن malignant cells roughly distributed، ماكو ولا جلاند ممكن تشبهك بالأوريجينال تشو. شو نسميها هاي؟ نسميها grade 3 or poorly differentiated tumor. واضح الجريدينج؟ شنو فائدة الجريدينج؟ مثلها مثل الستيجينج، أولا حتى أنطي لنفسي انطباع عن البروجنوسيس of this tumor، كل ما كان التيومر well differentiated كل ما كان with good prognosis. ثانيا أيضا الجريدينج لها علاقة وثيقة بالplane of treatment، سواء أقرر لنفسي هل أني راح أعتمد على just surgical treatment أو ممكن أحتاج بعد surgical treatment any aiding أو أي مساعدة من destructive therapy اللي هي الراديوثيرابي أو الكيموثيرابي. فإذا طول ما أنا أتعامل مع well differentiated tumor وحاطة وماخذ انطباع أنه يكون good prognosis tumor، كل ما كان التريتمنت عندي أسهل والسيرجيكال أبروش أكثر استخداما. كل ما أنا أتعامل مع poorly differentiated tumor كل ما كان البروجنوسيس of patient
ينطيني انطباع على انه بادي بروجنوسز، وايضا البلين اوف مانجمنت او البلين اوف تريتمنت تكون اوسع واكثر او اكثر توسعا، ممكن انكلودينج السيرجيكال تريتمنت والكيمو والراديو ثيرابي. عندنا سؤال على الجريدنج، ندخل للفاكتور الثاني اللي يقيس البروجنوسز اوف تيومر اللي هو الستيجنج اوف تيومر. طلاب بعدكم وياي؟ عندكم سؤال على الجريدنج؟ يا دكتور واضح. طيب ندخل للستيجنج اوف تيومر، ومثل ما ذكرنا سابقا ايضا الستيجنج يستخدم للمالجننت تيومر اونلي، المالجننت تيومر اونلي، لا البناين ولا الديسبليجيا ولا الانسيتو، او الانسيتو ممكن اخليها بالستيجنج، ممكن اخليها فقره بالستيجنج، لكن الستيجنج تيومر دائما يستخدم، الستيجنج يستخدم للمالجننت تيومر دائما. ايش اقصد بالستيجنج؟ الستيجنج تعني how far has the tumor spread، الى اي مدى هذا التيومر اللي دا اتعامل معه can be spread، او الى اي مدى وصل هذا التيومر، سواء كان هذا السبريد لوكال يشمل فقط السراوندينج تيشو، او هذا السبريد وصل للبلود فيزلز، او هذا السبريد وصل للليمفاتيك فيزلز، او وصل الى اماكن ابعد او بعيده جدا عن الافكتد اورجان. طبعا حتى اخلي ستيجنج لاي تيومر لازم كذا فاكتور او كذا شخص معني بالأمر يعني يتعاونون مع بعضهم، أو كذا تيست يتعاونون مع بعضهم، يلا أطلع بستيجينج للتيومر. أهمها الهيستوباثولوجيكال تشينز، واللي مثل ما قلنا التايب أوف تيومر أو الإكسايز تيومر، ومن ثم بمساعدة الأبروش أوف دي دياغنوسيس أوف ذيس تيومر إنكلودينج الإكزامينيشن وال تيستينج، وخصوصا الراديولوجيكال تيستينج. يعني حتى اخلي ستيجنج اوف تيومر لازم اعرف هذا التيومر وصل لي ما يحيط من التشو، طيب دخل على الليمفاتيك تشو، طيب دخل على البلود ستريم، طيب وصل الى مساحه او مسافه ابعد، هاي شلون اوصل لها؟ اولا بالاكزامينيشن، كل بيشنت متوقع عنده تيومر لازم يخضع لفول ديتيلز اكزامينيشن. ثانيا بالانفستيجيشن، واهمها الراديولوجيكال انفستيجيشن انكلودينج، طبعا تعرفون شنو الراديولوجيكال انفستيجيشن، اللي نقصد بها الايميجينج ستدي، اللي نقصد بها الاكس راي، الالترا ساوند او السونار، السي تي سكان، الام ار اي، اوكي اند سو اون. طبعا اكو سبيشالست ايميجينج ستدي راح تاخذوها بمراحل متقدمه ان شاء الله، اوكي. وايضا ببعض اللابراتوري تيست او ما تسمى بالتيومر ماركر. ثم اخيرا بالاكسايزد ماس، بعد ان يدرسها الباثولوجيست اندر ميكروسكوب ممكن ايضا ينطيني على انطباع على الستيج. كل هذه تنجمع مع بعض يلا اقدر اخلي ستيجنج لاي تيومر. مثل ما ذكرنا راح نعتمد على التيومر سايز ومدى وصوله للسراوندينج تيشو، الافكتنج او مدى وصول التيومر لللمف نود، ومدى وصول التيومر لمسافات ابعد من الافكتد سايز. كل هذه خلتها الامريكان جوينت كوميتي اوف كانسرز ب سيستم سموه TNM سيستم، حيث التي تشير الى البرايمري تيومر سايز، ايش قد حجم هذا التيومر وايش قد واصل للسراوندينج تيشو، ان الريجنال ليمف نود انفولفمنت، وين واصل او لا لللمف نود، واصل او لا لللمف نود، وكم عدد اللمف نود اللي واصل له، وام حيث تشير للميتاستاسيس، هل هذا التيومر صار عنده ديستنت ميتاستاسيس او لا، يعني لو عنده لوكال ميتاستاسيس هي ضمن خانه التي لتيومر سايز، لكن الديستنت ميتاستاسيس ضمن خانه الام، فلذلك ما تقبل غير احتمالين، اكو ميتاستاسيس او ماكو، اكو ميتاستاسيس او ما. شنو اهميه الستيجنج؟ نفس اهميه الجريدنج، ايضا احط لنفسي بلين اوف تريتمنت، سواء هذه البلين تشمل بس السيرجيكال اكسجن، او ممكن احتاج اشياء اخرى او ديستركتيف ثيرابي تساعدها، وايضا انطي نفسي وانطي للبيشنت انطباع عن الاوتكم والبروجنوسيس اوف التيومر.
طيب شو اقصد بالتي ان ام ستيجنج؟ مثل ما ذكرنا سابقا التي يقصد به التيومر سايز واللوكال انفلتريشن، يعني اللوكال انفلتريشن ما احطه بخانه الميتاستاسيس، احطه في خانه التيومر سايز. على هذا الاساس التيومر سايز سب كلاسيفايد انتو فايف جروبس، تي اي اس، اي اس من ان سيتو، اي اس من ان سيتو. فتي اي اس معناها اني مالجنانت تيومر لا زال عباره عن كارسينوما ان سيتو اور ان سيتو كارسينوما، ما زال within intact basement membrane مثل ما دا تشوفون بالصور. اوكي تي 1 لما يصير له انفيجن للسب ميوكوزا، تي 2 لما يعبر خلال الماسكولارز بروبري، سوري يعبر الميوكوزا لكن يتوقف عند الماسكولارز بروبري عفوا، تي 3 لما يعبر الماسكولارز بروبري، وتي 4 لما يوصل للادجسنت اورجان. شوفوا وين اللوكال انفلتريشن بالتي 4 من التي ستيجنج سيستم. واضحه لو صعبه عليكم؟ خلصنا ترى ما بقى عندنا سلايدين. واضحه لو صعبه عليكم؟ دكتوره بهذه الحاله هاي تنطبق بس على الجي اي تي لو تنطبق على غير مكانه؟ لا، كل انواع التيومر، كل انواع المالجننت تيومر، كل انواع المالجننت تيومر. اوكي سواء كان سواء كان بالبرين، سواء كان بالجينيتال اورجانز، سواء كان بالريسبيراتوري سيستم، اني وير. هسه من قال مثلا بالمرحله الاولى ما تعبر ماسكلاس ميوكوز، اذا ماسكلاس ميوكوز موجوده بس بالجي اي تي موجوده بغير اعضاء التشو ان جنرال، هذه الكومبوزيشن ان تشو ان جنرال، هذه الكومبوزيشن للتشو ان جنرال مو امام كل الابيثيليال تشو بهالكومبوزيشن مام، مو بس بالجي اي تي، صحيح؟ محمد وياي لو منو؟ اي دكتور صحيح، هذا الكومبوزيشن الابيثيليال تشو ان جنرال. اوكي بما معناه، بما معناه ان التي او التيومر سايز معنيه باللوكال انفلتريشن اوف ذا مالجننت تيومر، اللوكال انفلتريشن اوف ذا مالجننت تيومر، كل توسع بالانفلتريشن يزيد درجه. لو لا زال ضمن البيزمنت ممبرين وكل ما حواليه انتاكت، كل ما قبله انتاكت سميناها تي اي اس، ماخذين الاي اس من مصطلح انسيتو. اوكي لو بدينا نعبر السب ميوكوزا صعدنا تي 1، عبرنا تماما السب ميوكوزا بس وقفنا عند البروبريا سميناها تي 2، اخترقنا البروبريا سميناها تي 3، واكيد من نخترق الماسكولارز بروبريا اكيد راح نوصل للاوتسايد اوف ذا افكتد اورجان، وبالتالي نوصل للادجسنت اورجان او الادجسنت تيشو سميناها تي 4. طيب الليمف نود، الليمف نود ميتاستاسيس ينوضع او ب 3 جروبس، ام 0 لما ما عندي ولا ليمف نود افكتد، لما اجي استأصل هذا التيومر القي ولا ليمف نود حواليه واصلها هذا التيومر، انطي ان زيرو، ان زيرو. طيب لو لقيت واصل للليمف نود لازم احسب كم ليمف نود واصل لها، لو لقيت واصل الى 1 الى 3 ليمف نود سميته ان 1، لو لقيت واصل الى 4 وفوق من الليمف نود سميته ان 2. اذا بالليمف نود شي يهمني واصل للليمف نود اور نوت، وكم عدد الليمف نود اللي وصلها، واصل اور نوت تحدد هل هو بي ان لو ما بي ان زيرو، لو ما بي لو بي. طيب بي لازم احسب عدد الليمف نود، لو هو من 1 الى 3 ليمف نود سميته ان 1، شوف هو من 1 الى 3 ليمف نود لكن سميته ان 1، لو هو 4 وفوق ايا كان الفوق 5 10 15 سميته ان 2. طيب الام نقصد بها ديستنت ميتاستاسيس، distant metastasis لا تحتمل الا سوى اختيارين، اكو او ماكو. هذا التيومر طلع بمكان بعيد لو ما طلع، ما طلع نهائي موجود بس locally حتى لو ويا lymph node سميته ام 0،
ما طلع عندي باماكن بعيده عن الاورجان اللي افكتد، حتى لو بي لمف نود اسميه ام زيرو، هذا ما طلع عندي بمكان بعيد. طلع عندي بمكان بعيد سواء مكان واحد او 10 اماكن اسميه ام 1. اذا ذكروا الكلام، ديستنت ميتاستاسيس تحتمل احتمالين فقط، وايل الليمف نود بيها 3 سب كلاسيفيكيشن. اوكي واضح؟ اي نعم دكتور. بصيغه ثانيه تخص التي ان تي ان ام، مو قلنا احنا كلاسيفايد اكوردنج للبنتريشن، اكو كلاسيفيكيشن ثاني للتي ان تي ان ام اكوردنج تو ذا تيومر سايز. تيومر سايز، شوف الصوره، لو كان عندي التيومر نون فيزبل معناها وين التيومر؟ لو اني ما دا اشوفه على الاورجان، اعتبروا هذا اورجان ايا كان هذا الاورجان، لو اني ما دا اشوف التيومر معناها وين التيومر؟ بس هو اكو تيومر، معناها التيومر لا زال انسيتو، لا زال انسيتو within the basement membrane، ما ظهر على السطح لحد الان. هذه شو نطيها بالتي ان ام ستيجنج او بالتي ستيجنج؟ انطيها تي اي اس او تي زيرو، نفسها تي اي اس هي نفسها تي زيرو. واضح كلامي؟ طيب اي دكتور تي اي اس لو عبر البيزمنت ممبرين لكن بقى ضمن سايز اقل من 2 سنتيمتر اللي قلناها بالسلايد السابق، عبر ال انفيد للسب ميوكوزا. اوكي عبر وانفيد للسب ميوكوزا لكن لا زال السايز مالته اقل من 2 سنتيمتر، انطي تي 1 تي 1. طيب لو استمر بالانفلتريشن واصبح السايز الى من 2 الى 5 ووصل، عفوا وصل للماسكلارز بروبريا بس بعد ما اخترقها، والحجم مالته من 2 الى 5، انطي تي 2. واضح؟ طيب لو عبر الماسكلارز بروبريا خلص راح يبدي ينطلق وحجمه اكثر من 5 سنتيمتر، انطي تي 3. بما معناه انه تي زيرو ثابته هي كارسينوما انسيتو، اني عندي تيومر لا زال ضمن البيزمنت ممبرين. تي 1 ممكن اقيسها على الانفيجن، ممكن اقيسها على السايز، الانفيجن والسايز، يعني ممكن انطيك بس معلومات الانفيجن وتعبر من عند تعرف من عندها هي تي 1، ممكن انطيك سايز من 1 الى 2 سنتيمتر انت تاخذ انطباع على انه هو تي 1 ولا زال ما مخترق بقيه اللايرز. تي 2 نفس الحالة، ممكن تعتمد على السايز بس وممكن تعتمد على الانفلتريشن، ممكن ننطيك جوست الانفيجن وتعتبرها تي 2 لما اقول لك مثل ما ذكرنا بالسلايد السابق انه هو انفيد الصب ميوكوزا بس ما وصل للماسكلارز بروبريا، او اقول لك وصل بالسايز 2 الى 5 سنتيمتر، مجرد السايز 2 الى 5 سنتيمتر يعطيك انطباع انه هو انفيد الصب ميوكوزا. وكذلك هذا الكلام ينطبق على التي 3، لو قلت حجمه اكثر من 5 سنتيمتر انت تلقائيا تاخذ انطباع انه هو عبر الماسكولارز بروبريا وبدا ينتشر للسراوندينج ستكشر. طيب وين التي 4؟ وين التي 4 هنا بهذا الكلاسيفيكيشن؟ ما مذكوره، ليش؟ لانه خلص انه من عبر ال 5 سنتيمتر ووصل للتي 3 خلص صار عنده قدره تو انفيد السراوندينج ستكشر، انا من وصلت لهي المرحله صار انفيدنج malignant tumor، ممكن ادور على line ثانيه of metastasis or invasion. الليمف نود بالصور حتى بس تفهموها، ما عندي باعوا هاي الصوره، طبعا الليمف نود الخضراء يعني النورمال والبرتقالي معناها الافكتد، ولا ليمف نود افكتد شنطي ان زيرو، عندي ليمف نود وحده الى ثلاثه، طبعا هذه البيكتشر شوي تختلف عن الكلاسيفيكيشن الاول، سوري عندي وحدة أنطي N1، المفروض هنا عندي أربعة فما فوق أنطي 2 N2، أربعة فما فوق أنطي N2. طيب الأم لو أكو لو ماكو، لو أكو لو ماكو، لو أكو distant metastasis أنطي 1، ماكو distant metastasis أنطي 0. واضح الستيجينج؟ دكتورة بس الصورة الأخيرة شنو معناها؟ هذه هاي الاكس اللي بالام هذه
لا ايه هذا هذه شنو معناها؟ معناه انه مثل ما دا اقول، هو طبعا مش منطيك صوره، هذه الصوره يعني ان جنرال كانه ماني كرسم منطيك بيها البرتبرال كولوم ومنطيك بيها اللانج والليفر. اوكي؟ بيقول لك الام تحتمل احتمالين، لو اكو لو ماكو. لو اكو لو ماكو، ما دام اكو حتى لو بمكان واحد هي ام 1. لو صارت بثلاثة بأربعة بخمسة ما أعطيها تصنيف أكثر، هم تبقى أم 1، فانطاها إكس هنا ما إلها تصنيف. تمام فاهمني؟ دكتور معناها اي أكو دكتور سواء بأورجان واحد أو 10 هي أم 1. أورجان واحد أو كذا أورجان هي أم 1. هنا أنا واحد قال أم 1. عفوا. مو هنا ثلاث أورجانز ثلاثتهم بيهم ميتاستاسيس، ما انطاها تصنيف، خلاها ضمن أيضا ضمن الأم 1. واضح كلامي؟ فهي اي ام نعم 0 ماكو نهائيه ام 1. واضح الستيجينج؟ صعب شويه عليكم صف ثاني بس ما يخالف، شوي شوي نتعلم، واذا عندكم شيء نتناقش. ها نكمل؟ بقى لنا سلايدين. طيب شلون يصير الميتاستاسيس بالتيومر؟ هسه عرفنا شلون نسوي له جريدنج، وعرفنا شلون نسوي ستيجينج، وعرفنا شنو اهميه الجريدنج وشنو اهميه الستيجينج. طيب لازم نفهم شلون راح يصير ميتاستاسيس للتيومر. حكينا برفلي او بشكل جنرال قلنا كل مالجننت تيومر الى قدره على لوكال انفلتريشن والى قدره على ديستنت ميتاستاسيس. طيب شلون راح يصير هذا الميتاستاسيس او الانفلتريشن؟ اولا لو صار لوكال انفلتريشن للسراوندينج تيشو، اول شيء راح يصير ديتاتشمنت للمالجننت سيلز. اول ما راح يصير شوفوا الصوره، راح يصير انه المالجننت سير تتقشر او تنفصل عن المالجننت تيومر اللي نتكلم عنه او نتحدث عنه. طيب طلع عندي فري مالجننت سيلز تقشرت من هذا المالجننت تيومر. اذا هذه المالجننت سيل صار لها انفيجن للسراوندينج تيشو سوت لوكال انفلتريشن. مو لوكال انفلتريشن للسراوندينج تيشو. طيب لو هذه الفري مالجننت سيلز اللي هي ديتاشد من التيومر انفيدنج للبلد فيزلز او الليمفاتيك فيزلز، خلص دخلت بستريم ممكن يوصلها الى ابعد نقطه من البودي. طيب دخلت بالبلد ستريم او الليمفاتيك ستريم راح تمشي مع الستريم مو الى ان توصل الى فد اورجان معين يصير لها اريستنج بهذا المكان. طيب وصلت الى اورجان معين وارستد على هذا الاورجان، خلص بس وصلت ووقفت عليها صارت مالجننت تيومر او ميتاستاسيس؟ لا، اول شيء راح يصير لها اتاتشمنت لهذا المكان، ثم بروليفريشن، ثم استابليش اوف نيو بلاد فيزلز حتى تبدي تغذي نفسها وتكبر وتتكاثر من جديد وتخلق ماس جديده في مكان بعيد جدا عن الماس الاولاني. اوكي؟ اذا اول شيء تتقشر المالجننت سيلز، اول ما تقشرت راسا صار لها امبلانتيشن بالسراوندينج تيشو او انفيجن، خلاص صارت لوكال انفلتريشن. دخلت على بلاد فيزلز او الليمفاتيك فيزلز، مشت مع الستريم، مشت مع الستريم الاني سايت، وصلت الى اي اورجان ووقفت يمه، arrested in this organ and attached to this organ and proliferated on this organ and established a new blood vessels to complete its grow and uncontrolled proliferation، خلقت لنا نوع من malignant mass في مكان بعيد جدا عن التيومر المقصود. واضح شلون يصير الميتاستاسيس؟ واضح؟ على اساس هذه الباثوي او على اساس هذه الميكانيزم اوف ميتاستاسيس اللي شرحناها، شلون شنو الباثويز اللي ممكن يصير بيها سبريد للمالجننت تيومر؟ مثل ما ذكرنا هسه، اول شيء صار ديتاتشمنت، ديتاتشمنت صارت انفيجن للسراوندينج تيشو. فلو صارت انفيدنج للسراوندينج تيشو شو نسميه؟ دايركت سبريد. دايركت سبريد. اوكي؟ يعني اول ما انفصلت من المالجننت تيومر، اول ما انفصلت انزرعت بالتيشو النورمال اللي حواليه. هذا شو اسميه؟ يا نوع من السبريد اسميه دايركت سبريد. هذا عاده ما يحصل بالكافيتيز اللي surrounding the affected organ، خصوصا البريتونيال كافيتي، مثلا لو كان التيومر بالاوفري او باليوترس او باني بارت من الجي اي تي، اول ما يصير امبلانتيشن للبريتون اللي حيطه
او بالبلورا اذا كان الموضوع باللنك او بالبريكارديال او بالسب اركنويد بالجوينت، يعني الكافيتيز اللي ممكن تحيط الافكتد اورجان اكثرها تاثرا بالدايركت سبريد. اذا عندي ديتاتشد سيلز اريستنج او انفيد سراوندينج تيشو سميتها الدايركت سبريد. طيب لو دخلت باللمفاتيك ستريم سميتها لمفاتيك سبريد. الليمفاتيك سبريد او ميتاستاسيس اكثر شيوعا مع الكارسينوما اكثر من الساركوما، ويتبع النورمال درينج او الليمفاتيك درينج للافكتد اورجان. يعني كل اورجان ممكن يحصل بيه مالجنسي، منو اقرب درينج ليمف نود اله؟ اول وحده يدخلها الليمفاتيك سبريد. مثلا كاكزامبل عليهم بالبريست كانسر، منو اكثر وحده طبعا اكثر مكان للبريست كانسر، اكثر مكان شيوعا او الموست كومن سايت للبريست كانسر هو الابر اوتر كوادرنت من البريست، الابر اوتر كوادرنت الربع الاوت الابر. طيب هذا منو اقرب لمف نود اله؟ هي الاكزيلاري لمف نود. كذلك بقيه الاورجان، يعني اول لمف نود ممكن تتاثر باللمفاتيك سبريد هي الاول لمف نود بالدرينج للافكتد اورجان. طيب لو الديتاتشد سيلز دخلت بالبلود سترين سميناه هيماتوجينوس سبريد عفوا هيماتوجينوس سبريد. طبعا هذا موست كمان مع الساركوما وايضا يحصل مع الكارسينوما، وعاده اور يوجوالي يحصل بالفينز اكثر من الارتريز. وانذر تايبس اوف سبريد نسميه بيرينيورال سبريد عفوا. عفواً هذا صوت طلع. Another type of spread هو perineural spread اللي هو spreading through the nerve pathway. Okay. إذن عندنا four types or four pathways for spread هي direct spread والlymphatic spread والhematogenous spread والperineural spread. لحد الآن تخلص محاضرتنا الثانية، أرجو أن أكون ما طولت عليكم. لو عندكم أي سؤال أو استفسار ممكن نتناقش به، ممكن تسألوني ما دام عندنا وقت. تفضل. طلاب. السلام عليكم دكتورة. دكتورة. ورحمة الله وبركاته. دكتورة بالنسبة لهاي المحاضرة إن شاء الله آخر واحدة بالكورس. لا بعد عندنا محاضرتين الأسبوع القادم حسب ما تبلغ.